اخبارك؟ الاس تي سي هذا اي نوع؟ هذا النوع الجديد اللي نازل في السوق 2015. وفي عندنا انواع جديده اللي خاطرك عليه باسعار رمزيه جدا يعني. هذه تليفونك انت اخذتيها من عندنا ولا اخذتيها من برا؟ ممكن اشوفه عشان اشوف لك اللي لو نصلح فيه شيء. اوكي هاي حنظل لك اياها وبشوف لك التليفونات الثانيه بس بلحظه واحده. هنا ما عندنا، انا اوريك هناك. في عندكم موبايلات جديده شيء؟ ما انتم تبيعون موبايلاتكم؟ لا لا هذا راعي المحل. التليفون ده؟ وش لونها؟ ممكن اصفر. اصفر لا ما شو اللي محتاج؟ اهلا الحمد لله على السلامة. اخبارك؟ كنت مسافر توي من المطار نزلت لك سيده. ما قصرت سيده للمكان الله يخليك يا الله يسعدك. ممكن هو؟ لا ده انت واصل اسم المطار. انا توني من المطار وقفت السياره وبكره في الليل عندي الوالد لازم انزلها. اي يا سلام. واحد ليش لا حتصل موبايلي غير الكفر. اي لا خلاص اوكي. بس من هي الباسورد كيف؟ لو سمحتي تليفونك وين؟ لو سمحتي خليك في حالك، خليه يبيع للبيت. هو اخذه. مين اخذه؟ خلينا نبيع للبيت عليك الله. لا التليفون ب 20 درهم. يا استاذه التليفون ب مين اخذه؟ كنت لابس بني. كنت انا جيت الحين جيت الدوام. انت كنت لابس بني؟ لا ابدا. لا موظف قميص بني. قميص بني هذا امس. لا ده قميص امس. لا ده موظف في الفتره المسائيه الان وصل. اي لا قميص امس انا كنت لابس. لا 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 طب اوكي. اوه ما عندك عندنا موبايل توكل على الله. إيه لا اتوكل. لا انت ما انا ما اعتقد توكل على الله. توكل خلينا نبيع توكل. لا ابدا شفتي يلا يلا يلا. لا هو اخذه هلا. هو اخذه انا الراجل ده اسيب داوم. شنو هو اخذه؟ اسيب داوم يا داوم. هو كان لابس بشيك قبل شوي. بشيك؟ خلاص اوكي. لا لا خلاص اوكي. لا لا اوكي 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 هنصلح لك اياها. لحظه خلاص شيل ايدك. خلاص اوكي اوكي اوكي. يلا شوف أوكي. الكاميرا هذه في كاميرا هناك. هاي واحده تثبت. شوف واحده حتثبت. هذه هناك. شوف هناك هاي الكاميرا اللي حتثبت. لا لا شوف شوف هناك. شوف هناك هاي الكوش كاميرا للبيع اللي احداها. شوف هناك. أيوة. شوف سمر قديه عاد بين البستك. ايه لبس زين لبس لبس كامل هناك. اوكي السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك؟ وين وين وين؟ ملابس. طيب لا احنا دستور اوقف نشوف لك ملابسك. اوقف. طيب خش علينا. وين؟ معلش شنو اسمك؟ منو اسمك؟ منو؟ موسى. ساكن وين؟ ساكن في الوادي. عمرك كم؟ عمري. اذا سمحت انا عندي يا استاذ. يا استاذ الكريم انا عندي شغل. انا اريد ملابس عشان خاطر. يا استاذ الكريم. يا استاذ. يا استاذ. اي نعم. السلام عليكم. الزول ده دارج يشيل ملابس من هنا والطريق وداخل لا احم ولا دستور خاش على المغسله. حريم عندنا داخل. لا ايه لا لا حريم بيشتغل داخل. لا لو سمحت. لا ما ينفعش كده. لا لو سمحت احترم نفسك. انت فاتورتك واضحه. عندك بدلتين وكندوره. نحن مننا كرم مننا دردي. ايه؟ شو اللي يباه؟ شو زياده؟ خلاص اديته لا العبايه نظيف. العبايه كندورته بدلته وكندورته الاثنين اديته. انا ضفت لك اياها عبايه عشان يقول ما يرضى. عشان ما يقول انا ما رضيت. وقع عليها بس. هذا السلام عليكم. المدام عندها ملابس جابتها قبل 3 ايام وعايز تستلمها الليله. ما بيمشي. انا كلمتها قلت لها الفتره الزمنيه بتاعتنا. انت كنت مكلمينها صح؟ قايل لها انت قلت لها مع التسليم سلموا من نوفل. انا اول مره بشوف. قال لها تعالي بكره. نوفل غلط وقال لها تعالي بكره. وسافر نوفل. وسافر نوفل اليوم. تعرف ملابس الاخت في المغسله. في المغسله ولسه حتمشي على السوق. الحين مقفوله من الليله. عندهم عطل تقريبا بعد اسبوعين. بدي اسافر. شو طيب لحظه. طيب وانت حاسس انه بده فندق يا عمي؟ اريد الملابس. انا في شغل والله مسؤول. خلص الدنيا الملابس. خلينا عندي ما ذكرتها. يا اتشا ما ذكره. ها اتشا سي ما ذكريك. طب كدر زي هي يا عم. الدنيا الملابس فستان واحد بدله. حديك الفستان وحديك الملابس. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو سمحت. لو سمحت ايوه لقيت الحل. لقيت الحل. صوت ولا بتحكي جد؟ لا لا لحظه يا امي. بتحكي معي جد؟ ايه جد. هذا ملابس. هذا النظام يا امي. طيب اسمع نحن ممكن ناجل لها الطياره. لا ما يحرق. ناخذ تذكره من تذكره ثانيه. تذكره على حساب المحل يا حبيبي. ايه؟ انت والمحل. ايه؟ ما يعطيني كندوره. هذه خذها البسها. دي مش كندوره. خذها البسها انت. دي عبايه. دي عبايه. هاي عبايه. هذا لبس زكي. انت لابس عبايه يعني؟ ليه زعلان؟ انت لابس عبايه. امي تعالي بعد شهر استلمي ملابسك. الملابس استلمتيها لك؟ لا 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 اختي العزيزه. طيب اوكي اوكي اوكي. لا اعطيك ملابسك. حاضر اوكي ان شاء الله. طيب انت عندك واحد بدله واثنين فستان. ايوه عايزهم دلوقتي. هذا ما عندك ما في العرس. ما يا ابن وياه مسافر دلوقتي. انتوا شنو كلكم الليله طلعتوا مسافرين يا عمي؟
يا عمي يا عمي خذ. لا لا يعني تقربها يعني لبسك وانا اعطيك اياه من غير ما تروح، بس في قدامك لك لبسه 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 تديهم سلام قاعدين. اوكي الكاميرا وخبيه اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا.